وانه نحن على استعداد انه نقبل بكل تكون علاقاتنا معكم على الاسس التي المعلنه لعمان. فما في شك عمان هي دائما وابدا تريد ان كما قلت لها صداقه مع جميع شعوب العالم. وانا قلت في وقت من الاوقات اني اريد انظر الى خارطه العالم ولا اجد بلد لا تربطه صداقه بعمان يعني حقيقه.